أعزائي المشاهدين، نقدم لكم اليوم قرص الطابي. قرص الطابي من الأطباق السهلة التحضير، وإذا كان يومنا ضيوف على فجأة ممكن نحضره في لحظات ونقدم لهم طبق شهي ويكون مفاجأة لهم. قرص الطابي كذلك يشبه طبق فرنسي يسمى الكريب، وممكن أن نقدمه بطرق مختلفة وبأفكار جديدة بنراويكم إياها في طريقة التقديم. تعالوا معانا نراويكم الخطوات وطريقة التقديم لقرص الطابي. مقادير قرص الطابي: 5 بيضات، يفضل بيض كبير الحجم، 5 ملاعق ونصف أكل طحين رقم 1 أو طحين أبيض لجميع الاستعمالات، وفي حالة استخدام التمر والدارسين نستخدم الطحين رقم 2 اللي هو الطحين الأسمر الناعم. ملعقة صغيرة هيل مسحوق هيل، ويفضل أن نطحنه طازج خصوصي حق الطبخ. ممكن أن نعد قرص الطابي طريقتين، أما مع الدارسين وأما يكون لونه بني، أو نعده مع ماء الورد والزعفران بدون الدارسين ويكون لونه أصفر. وفي حالة أن نعده مع الدارسين ممكن أن نعجن العجينة على فردة تمر، حبة تمر واحدة نعجنها في العجينة. في كلتا الحالتين بنستخدم ماء الورد والزعفران، حوالي 1/2 كوب ماء ورد ومنقوع في زعفران، ونخلي كمية ماء الورد إضافية حسب الحاجة وقت الخلط. بنحتاج كذلك سكر ننثر عليه، وبنحتاج كمية من الدهن بنستخدمها عشان نمسح فيها الطابي وقت القلاي. الحين نبدأ الطريقة. عندنا البيض، أول شيء نخفقه جيدا. ممكن نستخدم الخفاضة الكهربائية. نخفق أكثر من اللازم في حالة استخدام الخفاضة الكهربائية، لأنه يصير الخليط عندنا هش جدا. ملعقة ونخلط في كل مرة على أساس نتأكد أنه يختلط تماما. لاحظوا ان ما عندنا اي سكر في العجينه، السكر كله بيجي بس مجرد نرشه على السطح. زعفران وماء الورد، وممكن ان ننقعه من قبل عشان يعطينا اللون المطلوب. لازم يتكون عندنا في الاخر خليط سائل. نلاحظ أن إذا خليناه شوي بيركز الطحين في القاع، فلازم على طول نحركه وقت الصلق. الحين عندنا خليط سائل قابل للصب، نخلي يمنا ماء الورد والزعفران. أثناء الصب نختبره، إذا كان يحتاج زيادة ممكن نضيف له زيادة.
الطحين بعد لما يظل في الماي راح يمتص الماي ويبدي يسخن عندنا الخليط، فلذلك نحتاج ان نزود قليل من الماي. الحين نبتدي في الصاب. في الواقع ان قرص الطاوله جدا سهل، بس يحتاج شوي شطاره في الصاب، واذا عرفنا طريقه الصاب يبقى باقي الاشياء وايد سهله وممكن نسويه اي وقت وبسرعه. بصب قليل من الدهن، ويفضل اني امسحه بهالطريقه على اساس ما يكون عندي دهن اكثر من اللازم. بعد ذلك احمي الطاوله قليلا. فرشاة لعمل ذلك. الحين أشيل الطابع عن النار، ما أصب على النار، وأخفف النار وأبدي أصب عندي. أول أخلط العين عدل، أشيل الطابع عن النار وباخذ ملعقة أبى ملعقة الصب أفضل شيء نستخدم، وأشيل الدهن الزايد اللي عندي. لاحظ شلون وبصب كذي وبدور القالب بهالطريقة، وأصب زيادة بحيث إنه يتغطى جميع سطح، كل السطح يتغطى بطبقة رقيقة من خليط البيض، وكل مكان اللي فيه لاحظوا أي فتحات عندي أميل القالب لحد ما تمتلي كل الفتحات. بصير عندي بالطريقة ذي، أخليه فوق النار وأدوره بهالطريقة. حين تأكدت أن كله استوى، كله السطح كله صار مغطى، وأتركه على النار وأنتظر حتى تبدي الجوانب تنفصل، ممكن أني أشيلها. ممكن أستعمل ملعقة صب أكبر، حتى في كل صبة واحدة تعطيني ما يكفي لملء القالب. في حالة تحضير قرص الطابي مع الدارسين والتمر، نستخدم طحين رقم 2 ونهرس التمرة مع المكونات اللي عندنا هني، وبعدين نضيف قليل من الدارسين ونخلط الجميع ونصبه بنفس الطريقة. ينتج عندنا في الأخير قرص طابي لونه مسمر، وفي طبعا الطعم الخاص طعم التمر لما نحطه على النار. الحين نشوف بدأ الجوانب تنفصل، فانتظر لحد ما تنفصل الجوانب. هو بروحه من الجوانب يبدي ينفصل ويبتعد عن جدار المقلاية مثل ما تشوفون هني بهالطريقة. أهم شيء أتحكم بحرارة النار عشان ما يصير سميك أو يحترق أكثر أو أقل من اللازم. الحين عندي صار القرص كذي كله ينفصل بسهولة، أبي أقلبه حتى أحمره على الوجه الآخر. بقلبه وأخليه أدوره كذي حتى يحمر على الوجه الآخر. وإذا كنا نبي أكثر يكون لونه محمر أو مقرمش أكثر، ممكن نصب طبقة أخف ونحمي النار أكثر، بس ننتبه عليه عشان ما يحترق. إذا وجدنا أنه بدأ يصير سميك، ممكن نضيف قليل من ماء الورد للعجينة ونخلطها حتى يصير عندنا الخليط أكثر يعني سائل، بحيث ينساب أكثر ويغطي سطح المقلاية كلها. إذا
دائما اسهل او امن ان نطبخ على نار هاديه، على اساس لو طول مده الطبخ بس ما يحترق علينا بدون ما نقدر نسيطر عليه. الحين بيبدي بيصير عندي من نوع الفقاعات هني، لاحظوا معاي شوفوا هني وهني، لان الدهن اللي تحت والبيض اللي عندي بدا يعطي هاي الشكل مثل هني وهني. ممكن اقلبه مرة ثانية على هالسطح عشان يتحمر بشكل شلون يصير. الحين أشيله وأحطه في الصحن، في صحن التقليل، وأرشه بقليل من السكر علشان بعدين بحط القرص الثاني فوقه، ومن الحرارة الناتجة راح يذوب السكر وقليل من الهيل. والحين نرجع الطابي لمكانه مرة ثانية. أول شيء نمسح منه جميع المتبقي الأسود عندنا هني، نشيله كله نتخلص منه عشان ما يخرب لنا القرص الثاني، ونمسحه بالدهن مرة ثانية ونعيد العملية. أفضل استخدام المقلى العادي لأنه يعطينا اللون أقوى، يصير يعطي لون قرص الطابي أقوى، بسبب أنه يكون مقلى اعتيادي غير اللي غير قابل للصق. أخلط المقدار مثل ما قلنا، كل مرة قبل أصب أخلطه علشان أتأكد أنه يعطيني خليط متجانس. إذا بنزيده قليل ماي ورد يكون أكثر سائل. والحين مثل ما تشوفون بنبدأ نصب، نشيله من على النار ونبدي نصب كذي ونفر الطابي. لو كان عندي ملعقة أكبر أقدر أصب مرة واحدة، شوفوا شلون الحين، وأصبها بالطريقة اللي أبيها علشان أملي كل الفراغات اللي عندي. ممكن أصب كمية إضافية، بيكون عندي هالشكل. اللي عندي زايد أحرك الطابة بحيث إنه يصير على الجوانب فينتج عندي قرص أكبر، وأحطه على النار وأنتظر حتى تبدي الجوانب تتفكك أو تنفصل. شوفوا شلون الحين بدأ ينفصل شلون. أحاول أصبه كله صبة واحدة علشان ما يستوي من صوب الثاني. لا الحين بدأ ينفصل عندي، أعطي فترة حتى يحمر السطح السفلي. والحين أقلب، لاحظوا لما خففنا العينة صار عندنا القرص أخف. قرص الطابي بطريقة ثانية باستخدام آلة كهربائية حديثة تسهل علينا العملية. فأنا الحين بخلي الآلة عشان تحمي على النار في أثناء ما إحنا نخلص من ذاك القرص. الآلة عندنا موجودة كذي، نحطها على في الكهرباء وننتظر لحد ما ينطفي الليت الأحمر اللي عندنا هني، بعد ذلك بتكون جاهزة إن نستخدمها. فأثناء ذلك بنشوف الحين القرص عندنا هني. صار جاهز، وأحطه بهالطريقة فوق اللي قبله،
أرش سطحة بالسكر. الحين السكر اللي بين هاي الطبقة والطبقة اللي تحتها بيبدي يذوب وبيكسب طعم حلو حق قرص الطابي. إذا نحب سكر أكثر نحط كمية أكبر من السكر ونخلي. والأفضل أن بين كل وجبة ووجبة نغطيه، يعني بين كل ما نصب ونرجع نصب نغطيه عشان يكون السكر يذوب. هذه إذا كنا نحب لين، وإذا كنا نحب مقرمش نخليه على أساس أنه من حرارة أو من الجو بينشف ويظل محتفظ بأنه يكون مقرمش. الحين خلينا نراويكم بالطريقة الثانية ونرجع بعدين نراويكم واحدة أو ثنتين بهذه الطريقة عشان تكونون عارفين بالضبط طريقة الصب. هني عندنا بصب كمية من الخليط اللي عندنا في ذي الصحن، نقدر نستعمل أي صحن عندي بس يكون ماله يعني يكون بهالطريقة من غير ما يكون لأي يعني حافة من الوسط. فبخلط الخليط وبصب منه كمية اللي تغطي لنا ما يكفي لتغطية السطح. الحين أنتظر الليت لما يطفي هني. الحين خلي آلة الكريب بهالطريقة، نقلب بسرعة نشوف صار عندنا بهالشكل. طبعا هذه الآلة تستخدم حق عمل الكريب اللي هو طبق فرنسي يقدم بعدة أشكال. يمكن أن نحضر عجينة تشبه هذه العجينة بس مالحة أو بدون ملح أو مع السكر قليل، ونستخدمها حتى نحشيها يا أما بحشو حلو أو بحشو مالح. بس إحنا الحين طبعا مهتمين في قرص الطابي الطبق الخليجي. ننتظر لحد ما يستوي السطح السفلي بعدين نقلبها. إذا استخدمنا نلاحظ أنه المقلاة العادية يعطينا لون أكثر جذاب أكثر شهي أكثر. نشيل الزوايد اللي عندنا عشان يبقى عندنا شكل القرص مدور. ننتظر حتى يجف من الوسط بعد حتى يسهل رفعه. الحين نقلبه بهالطريقة نعدله وممكن ندوره باليد لحد ما يصير عندنا ياخذ الشكل مضبوط. طبعا بهاي الطريقة ممكن نحصل على قرص طابي رقيق جدا، بس في نفس الوقت ما نقدر نتحكم بسمك قرص الطابي إلا إذا سوينا عجينة أسمك. الحين بنقلبه بس عشان نعطي لون للسطح السفلي. عشان نراويكم الفرق بيكون شكله بهالطريقة. نرش عليه سكر ونرش عليه قليل من الهيل. وهاي الطريقتين حطيناهم قدامكم ولكم أن تحكمون أي طريقة أفضل. أظن أنا عارف أي وحدة بتقربون. على كل حال خلنا نواصل عملية الصب حتى نرويكم طريقة صب قرص الطابي. يسمى كذلك قرص الشيخ، ففي اسمين له في البحرين قرص الطابي وقرص الشيخ. بخفق المقدار لأنه صار فترة. ممكن نضيف له قليل من ماء الورد والزعفران المتبقي على أساس نتأكد أنه ما نشف. الحين بنخفق عندنا لأنه صار لفترة. نستخدم قفشة كبيرة علشان ملعقة كبيرة عشان نصب كله في صبة واحدة. فعندي الحين جاهز الطابي، أصب بهالطريقة وألف في الطابي كله لفة واحدة يستوي قرص واحد مثل ما تشوفون. هالطريقة يعطينا قرص واحد.
خفقت أكثر بيكون في ثقوب أكثر. التمر والطحين رقم 2. أول شيء أبدي أضيف وأعدل الجوانب. أخفف النار إذا كانت النار حامية. أختبر يكون مناسب وأضربه وأخليه بهالطريقة مثل ما قلنا ممكن إنه نخليه مدة أطول. والحين عندنا الطريقة اللي بنراويكم، طريقة الدارسين والتمر والطحين رقم 2. أول شيء أبدي أذوب، عندي فردتين تمر أو فردة تمر، أحط معهم قليل من ماي الورد وأهرسها فيها، أهرسها في الماء الورد لحد ما يستوي عندي عجينة، أو ممكن أضيفها للبيض وأهرسه وبعدين أخفق البيض كله. الحين أبدي أحط البيض، بسوي مقدار صغير 3 بيضات. احنا لاحظنا من المقدار الاولي ان تقريبا لكل بيضة حطينا ملعقة اكل طحين وشوي زيادة، فكان عندنا 5 بيضات حطينا عليها 5 ملاعق ونصف طحين. هاي 3 بيضات بخفقهم اول. أصفر ناعم، ملعقة ملعقة، نضيف قليل من الدارسين، بنحط قليل في الخلطة نفسها وقليل بنرش عليه. صار عندنا لون يختلف يعطينا طعم ثاني وبيكون قابل للصرف بهالطريقة. يفضل في حالة استخدام التمر ان نغطي ونخليه فترة بسيطة علشان يتجانس المقدار كله وتذوب، يعني يذوب التمر فيه بعد مع الطحين بيعطي تأثير جيد. بس بعد ما نخليها تختمر لبضع دقائق نغطيها ونخليها تختمر، نخفقها مرة ثانية ونبدي نصبها مثل ما بنراويكم الحين.
الجدر ونرفع المقلة بالصوت ونحرك لحد ما يتغطى جميع السطح بالتساوي بهالطريقة، وأحط على النار وانتظر. شوفوا لونه يختلف، طعمه بعد يختلف. انتظر لحد ما تجف الأطراف، تكون النار مخففها علشان يستوي بدون ما يحترق. باستخدام التمر الخلاص بيذوب التمر تماما، ما تبقى منه شيء. ينفصل عن كل مقلبه. ممكن نصب اسمك من كذي اذا كنا نفضل ذلك، بس اعتقد ان هذا مناسب. الحين اقلبه في صحن التقديم، وبيكون شكله بالطريقة التالية. نصب الثاني، ننظف من أي شيء من الزوائد، نمسحه بالدهن، أو نقدر نستخدم فرشاة بعد، وبنصب. نفضل ما نخلط قبل ما نصب. ندور القالب بهالطريقة أو المقلب بهالطريقة، يعطينا الشكل المفروض. نخلص فوق النار، نقلبه، ندوره علشان أثناء ذلك نرش شاي بالسكر وقليل من الدارسين من الطرفة والهيل. وكذا يستوي عندنا، نشيله ونحطه في الصحن. كذلك نرش السكر والحين نرويكم طريقة تقديم، طرق تقديم مختلفة لقرص الطابة. والحين عندنا هذه أنواع قرص الطابة بالدارسين التمر، الطحين رقم الطحين الأسمر الناعم رقم 2، وقرص الطابة مجرد بالهيل والزعفران، والطحين الأبيض، وهاي باستخدام المقلاية الكهربائية. والحين نعطيكم عدة أفكار لتقديمه، إما بهذه الطريقة وهي الطريقة التقليدية، أو ممكن إن نلفه بهالطريقة وهو حار وفي داخله السكر والهيل، ونلفه بهالطريقة ونقدمه. في عدة الطريقة ممكن كذلك ان نطوي المثلثات ونسوي مثل قطاع الدائرة بهالطريقة وهو حار، نطوي ونقدمه بهالطريقة. وممكن نقدمه مع القطر الشيرة او مع العسل، وبالذات هذه نقدمه مع الدبس. ويكون عندنا عدة افكار للتقديم، ممكن ان نسوي نفس العجينة نستخدمها لنحشيها باشياء مختلفة، مثل فكرة الكريب مثل ما ذكرنا من قبل. ونقدمه مع القهوة بعد الأكل أو وقت القدعات، وخصوصا في الرحلات وفي المناسبات. وعليكم بالعافية.